ألف هلا ومية مرحبا بكل خطوة. ألف هلا ومرحبتين كل الهلا بيك. بالله من الشيطان الرجيم. فبأي آلاء تقيان. رمضان كريم، وإن شاء الله نينوى والموصل من تقدم إلى تقدم. عندما نقول نينوى فهي تعتبر سلة خبز العراق، فيها أكثر من 7 مليون دونم صالح للزراعة، وهي مدينة صناعية فيها أكثر من 259 معمل ومصنع. وأيضا نينوى والموصل هي مدينة التجارة. من هذا المنطلق وبعد أن انتفض أهل نينوى من غبار داعش والقاعدة، اليوم لزاما علينا أن يكون سقف الطموح لدينا كبير، لا نرتضي فقط بالمشاريع الحكومية المعتمدة على الموازنة الريعية من الحكومة الاتحادية، ولكن علينا أن نفكر جديا لخلق تنمية حقيقية. اليوم الحكومة المحلية بذلت خطوات حقيقية، مشروع قابل للتطبيق من أجل رسم سياسة حقيقية في محافظة نينوى ومدينة الموصل، في أن تكون لدينا تنمية حقيقية. من هذه التنمية خلق فرص استثمارية كبيرة في المجال الزراعي والصناعي والتجاري من أجل إيجاد فرص عمل للعاطلين. الآن وصلت نسبة البطالة في نينوى بحدود 40% لدى الشباب. الشباب يمثل 60% من سكان محافظة نينوى، وبالتالي عندما تكون هناك الاعتماد فقط على الموازنات الحكومية، على الرواتب وعلى الرعاية الاجتماعية، أعتقد إحنا نسير باتجاه الخطأ. وبالتالي نينوى والموصل فيها مقومات النجاح، سنكون داعمين للقطاع الصناعي والتجاري والزراعي، سننمي كل المتطلبات للشركات المساهمة وإن كانت صغيرة، حتى يكون هذا النمو مرتبط على قاعدة رصينة أن تكون نينوى هي الأولى. نخطط ونعمل بجدية حتى يكون شعارنا الأول والأخير تكون نينوى هي المحافظة الأولى. أنظار الكثير من التجار والاقتصاديين وأيضا حتى الصناعيين. نحن باتصال دائم مع السيد المحافظ، طبعا مدعوم وجزانا الله ألف خير، داعمنا بكل النواحي. أعتقد اليوم نينوى والموصل فيها حياة جديدة من مقومات الحياة الاقتصادية، الحياة التجارية، هو ليس بمستوى الطموح، لأننا فقدنا كثيراً من مقدرات المدينة والمحافظة التجارية. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا ما رأيي هناك كثير من الشباب مبادرة. مبادرة.